النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. هذه النشرة الجوية خاصة بآخر التحديثات للمنخفض الجوي ذو تصنيف الدرجة الثالثة وفقا لمؤشر طقس العرب الممتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية. هذا المنخفض يتبع الدرجة الثالثة، متوقع أن يبدأ في تأثيره الفعلي مع ساعات مساء يوم غدا الأربعاء، في حين بدأت المملكة بالتأثر مع ساعات مساء هذا اليوم الثلاثاء، ومستمرة في التأثير خلال الساعات القادمة بمقدمة لهذا المنخفض الجوي. كما هو ملاحظ تكاثر للسحب على ارتفاعات مختلفة على طول الواجهة الغربية في المملكة، ممتدة هذه السحب أيضا حتى جنوب سوريا، في حين نلاحظ معكم المنخفض الجوي في مركز إلى الجنوب الغربي من جزيرة قبرص، وبحركة دورانية للسحب حول هذا المركز. هذه السحب هي سحب رعدية كثيفة ممطرة تحمل كميات كبيرة من الأمطار في عرض البحر، وجميع هذه السحب متوجهة نحو الشرق أي باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، دول لبنان سوريا فلسطين، كذلك الحال الأردن بمشيئة الله مع ساعات نهار الغد، وتحديدا المملكة مع ساعات مساء الغد بمشيئة الله. إذن من خلال هذا الملخص المقدمة للمنخفض الجوي بدأت هذه الليلة، المقدمة تعني استمرار تكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة واستمرار هطول زخات متفرقة عشوائية من الأمطار والبرد، تكون على هيئة ثلوج خفيفة غير متراكمة غير مؤثرة فوق قمم الجبال العالية الجنوبية تزيد ارتفاعها عن 1400 متر في جنوب الطفيلة، كذلك الحال جبال الشراء قد تتراكم بكميات بسيطة جدا في تلك المناطق. التأثير الفعلي كما ذكرنا لهذا المنخفض الجوي يبدأ عصر غدا الأربعاء في المنطقة الشمالية، ثم يمتد سريعا نحو المنطقة الوسطى، توقعات بهطول أمطار رعدية غزيرة مرفقة بالبرد في مناطق واسعة من شمال ووسط المملكة مع ساعات مساء يوم غدا الأربعاء، ويمتد هذا التأثير بمشيئة الله إلى باقي المناطق تدريجيا يومي الخميس والجمعة، ليعم المنخفض الجوي يوم الجمعة كافة مناطق المملكة بمشيئة الله، ويستمر حتى يوم الجمعة لمدة تقارب تقريبا 60 ساعة متواصلة بمشيئة الله. كما نلاحظ معكم من خلال هذا التصنيف الخاص بهذا المنخفض الجوي يتبع الدرجة الثالثة أي منخفض جوي عالي الفعالية على فترات، كذلك الحال نلاحظ معكم من كميات الأمطار الموجودة أن كمية الأمطار قد تقترب من حاجز 150 ملم في العديد من مناطق شمال ووسط المملكة بعد مشيئة الله، كذلك حال يترافق بهبات رياح قوية تقارب حاجز 80 كيلومتر بالساعة، وتأثيره يمتد إلى عموم مناطق المملكة، كذلك حال تتساقط الثلوج في القسم الثاني منه تكون هذه الثلوج متراكمة بمشيئة الله فوق قمم الجبال العالية الجنوبية تحديدا مع ساعات مساء الخميس ويوم الجمعة بعد مشيئة الله. نتحدث الآن بشيء من التفصيل عن مخرجات نظام الأمطار الخاص بنا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم مع ساعات مساء هذا اليوم والليلة القادمة تأثر المملكة بمقدمة لمنخفض جوي، هنالك هطولات مطرية متفرقة في مناطق عشوائية، كذلك الحال فوق الجبال أيضا لا يستبعد هطول زخات خفيفة غير مؤثرة من الثلوج فوق قمم الجبال الجنوبية. نلاحظ معكم مع ساعات بعد الظهر وعصر الغد تشكل حزام كثيف من السحب الممطرة فوق المناطق الشمالية من المملكة، تمتد سريعا نحو المنطقة الوسطى، كذلك الحال دولة فلسطين. نلاحظ معكم أن مناطق سوريا ولبنان فعلا قد بدأت بها الأمطار قبل ساعات العصر في تلك المناطق، في حين المملكة على موعد مع هذه البداية مع ساعات عصر الغد في شمال وسط المملكة بمشيئة الله. نلاحظ معكم أيضا هطول بعض الزخات المتفرقة صوب مرتفعات المنطقة الجنوبية. لاحظوا معي مدى كثافة السحب المتوقع مع ساعات ليل الأربعاء على الخميس في المنطقة الشمالية والوسطى بما فيها العاصمة عمان. نلاحظ معكم كميات كبيرة من الأمطار متوقعة بمشيئة الله خلال ساعات الليل الأربعاء الخميس وأيضا حتى ساعات صباح الخميس تحديدا في المنطقتين الشمالية والوسطى بما فيها العاصمة عمان، وتحذيرات جدية من جريان السيول وتشكل السيول وربما الفيضانات في هذه المناطق، كذلك الحال ارتفاع منسوب المياه على الطرقات. نلاحظ معكم خلال ساعات نهار الخميس تساقطات زخات متفرقة في الأمطار في المنطقة الجنوبية أيضا المنطقة الشرقية، مع ساعات
مساء الخميس نلاحظ معكم ازدياد الفعالية الجوية صوب المرتفعات الجبلية الجنوبية، وبالتالي توقعات بتراكم الثلوج حينها بشكل مؤثر ومعيق لمظاهر الحياة العامة مع ساعات مساء الخميس بمشيئة الله، كذلك الحال يوم الجمعة، في حين تصبح الهطولات حينها متقطعة فوق شمال ووسط المملكة كما هو مبين أيضا المنطقة الشرقية، في حين نلاحظ معكم الزخم الكبير مع ساعات مساء الخميس ويوم الجمعة فوق المنطقة الجنوبية بمشيئة الله، وتستمر الفعالية الجوية وتعم مناطق المملكة يوم الجمعة بمشيئة الله. نلاحظ معكم من خلال توقعات الثلاث أيام القادمة في العاصمة عمان 7 درجات مئوية هي الدرجة العظمى متوقعة فقط يوم الأربعاء، تصل هذه العظمى فقط إلى حدود 5 درجات مئوية، توقعات بتساقط أمطار ممزوجة بالثلوج في عموم المرتفعات الجبلية في المملكة طوال هذا المنخفض الجوي، تزيد ارتفاعها تقريبا عن 900 متر يشمل بذلك العديد من أحياء العاصمة عمان، تكون هذه الثلوج متراكمة كما تحدثنا صوب المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية مع ساعات مساء الخميس ويوم الجمعة، هذه المرتفعات تشمل مناطق مرتفعات الطفيلة مرتفعات الشرافي غربي محافظة معان، ربما أيضا تطال مرتفعات لواء المزار الجنوبي ومؤتة في جنوب الكرك. الحديث عن هذه الأمور بالتفصيل خلال اليومين القادمين، كذلك الحال الحديث عن المرتفعات الشمالية. آخر بالنهاية نستعرض معكم توصيات للتعامل مع هذا المنخفض الجوي، نحثكم على الاستخدام الآمن لوسائط التدفئة ووسائل التدفئة خلال انخفاض درجات حرارة بشكل لافت خلال الأيام القليلة القادمة، كذلك الحال القيادة الآمنة على الطرقات من ناحية ارتفاع منسوب المياه، أيضا من ناحية اشتداد سرعة الرياح، أيضا من ناحية تدني مدار الأفقية على الطرق الصحراوية بفعل الغبار، أيضا في حال تدني مدار الأفقية بسبب كثافة الهطول، أيضا بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. كذلك حالنا نحثكم على تثبيت المقترنات الخارجية لديكم في الخارج، كون هنالك هبات كبيرة لسرعة الرياح قد تقترب من حاجز 80 كم/ساعة لا سيما في المناطق المفتوحة المناطق الصحراوية، أيضا كامل المرتفعات الجبلية العالية في المملكة لا سيما الجنوبية منها. منخفض خير على الجميع نتمناه لكم هنا من طقس العرب، وسنطلعكم على آخر المسجدات تباعا، كان كل ذلك حتى اللحظة للقاء.